أسعد الله أوقاتكم كل خير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم أكشن مع وليد على MBC أكشن وإذاعة MBC FM. ورحب أيضا بكل مشاهدين على تطبيق شاهد. نستقبل آرائكم ومشاركاتكم في فقرة نقطة نظام على رقم الواتساب الظاهر أمامكم في الشاشة 05 700 611، ومن خارج المملكة على الرقم 02 966 570 611. وبالتأكيد ننتظر كل مشاركاتكم معنا في هاشتاج البرنامج على تويتر أكشن أندرسكور مع أندرسكور وليد. رحب بضيوف حلقتنا اليوم. معي هنا في الاستديو الأستاذ عبد الله فلاتة. أهلا وسهلا بك، أحييك والزميلين العزيزين. على هاشتاج البرنامج سلطان يقول سؤال إلى محمد الشيخ: هل الغالب من المحترفين حضورهم في الدوري السعودي تكون قبل انتهاء صلاحيته في اللعب وتكون محطته الأخيرة، مما يستوجب يقل سعر تعاقده؟ لا 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 لا، احنا عندنا لعيبة متفاوتين في أعمارهم، متفاوتين في قيمهم. نعم عندنا لاعبين على مشارف الاعتزال، وعندنا لاعبين له في أفضل حضورهم. كريوشيات لاعب المحور في نادي الشباب اليوم في المنتخب البولندي وهو في أفضل حضوره، وغيره من الأمثلة. وبالتالي لا، مش الدوري السعودي هو دوري متقاعدين أبدا أبدا. يعني حتى في الدوري الإسباني، مثال في الدوري الإسباني في لعيبة اليوم متواجدين في أعمارهم تتجاوز 35، بما فيهم لاعب منتخب كرواتيا يا سامي قاعدة تطير، مودريتش عمره 37 سنة وهو يلعب في ريال مدريد اليوم وفي الدوري القوي مثل الدوري الإسباني. وبالتالي لا، الدوري السعودي ليس دوري متقاعدين. نعم لدينا أعمار متفاوتة ولدينا لاعبين متميزين بكل الجنسيات. نحن نحتاج مثل ما قال عبد الله، نحتاج إلى الحرص أكبر. نعم في دوريات حتى على مستوى العالم تضع معايير في نوعية اللاعبين من أي المستويات في تصنيف الفيفا يأتي، من أي الدوريات يأتي. بالتالي أعتقد نحن نحتاج إلى معايير سواء على مستوى العمر سواء على مستوى تصنيف الدوري، لأن نحن ندفع قيم. مثل ما قال عبد الله، نعيم السليتي مثلا مش 7 مليون يورو، 6 مليون يورو رقم، وجاي من الدوري الفرنسي من نادي ديجون الفرنسي. يعني في عندنا ارقام حتى مع انديه مش انديه الثلاثه الكبرى اليوم، نصر واتحاد وهلال، لا حتى انديه الوسط وما دون الوسط ندفع باكثر من 3 و4 مليون يورو. يجب ان تكون القيمه. ياتي يا اخ علي لك وضيوفك المحترمين. انا شايف ضيوفك متفائلين كثير والتفاؤل زين، بس أنا لي رأي مختلف عنهم كلهم. ما نقول الله يستر قدام الأرجنتين، الله يستر الله يستر. تحياتي لكم جميعا. قام المنتخب الأرجنتيني يتخوف من المباراة الأولى، وجمهور أيضا نرفع مستوى الفني لمنتخبنا السعودي باللعب بالروح المعنوية العالية، وحيستفيدوا من المباراة إن شاء الله. فهد المولد مشاركته في روسيا من أمام اليابان بهدفه الشهير لا ننساه. فهد المولد راح إن شاء الله نشوفك في بطولات قادمة للمنتخب بعد التصفيات. عندك خليج 20، عندك تصفيات آسيا، راح تبدع بإذن الله. وموفق خير يا نواف العابد. السلام عليكم. مساء عليك أخ علي وعلى ضيوفك. سؤالي للإخوان النقدية اللي عندك: أفضل طريقة للحد من خطورة ميسي إيش هي؟ محمد الشيخ، أفضل طريقة للحد من خطورة ميسي؟ طبعاً ميسي بطبيعة الحال علي من اللاعبين اللي يصعب الحد من خطورته. ما في دوري إلا ونجم فيه ميسي، سواء كان في الدوري الإسباني مع برشلونة أو اليوم في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، سواء كان مع منتخب بلاده في الشامبيون ليجز. في كل حضورة ميسي، يعني تخيل أنت مع قوة وصعوبة وخشونة مباريات أمريكا الجنوبية مع منتخب الأرجنتين، ومع ذلك يتجلى ميسي. بل بالعكس، يعني ميسي من اللاعبين اللي ما تقدر تقول والله لعب بطريقة رجل لرجل، لا تبادل. يعني أنا شفت كل الطرق لعبت مع ميسي، لعب معاه رجل لرجل. آخر شيء في التصفيات
يعني اتذكر ما ادري اي مباراه ظل لاعب ظل ميسي 90 دقيقه وما اوقف. ميسي سجل اخر مباراه هدفين مع هذه الطريقه، وتبادل الادوار في التغطيه على ميسي ويتخلص من ميسي. حتى ميسي حينما يتراجع ويترك فريقه هو يساهم في نقصان فريق الخصم لاعب، ويترك مجموعه اللعيبه تلعب في الامام، ثم بغمضه عين تشوف ميسي يتقدم. ولذلك ليست هناك طريقه واحده مثلى لايقاف ميسي، وبالتالي انا اجد من الصعوبه ايقافه، من الصعوبه جدا. محمد العنزي ايش رايك؟ صعب يوقفون ميسي؟ الله يحتاج دعاء يا علي. لا شك ان الكابتن من افضل اللعيبه في العالم، لاعب ذو قيمه عاليه، لاعب عنده حلول فرديه، لاعب للامانه يعني عتاوله المدافعين حول العالم يعني ما قدروا يوقفونه. انا لو اتحدث عن ميسي ربما انسى انه سيقابل المنتخب السعودي، فلذا لانه الحديث عن ميسي ذو شجون حديث ياخذك بعيدا. هذا اللاعب اللي للامانه اعتقد انه القطعه الناقصه في مشواره هو كاس العالم. ان شاء الله يبدع ميسي ولكن ليس على حساب المنتخب السعودي. لازلت اقول انه ثقتنا في عيالنا كبيره، لازلنا نقول انه ان شاء الله باذن الله ان نظهر بالشكل المشرف، بالشكل اللي يليق في المنتخب السعودي، وقادرين باذن الله. اي نعم ميسي ورفاقه خطرين، ولكن اعتقد بشيء من الثقه ستكون النتائج او النتيجه مرضيه باذن الله. والله بعد اجابات الشيخ والعنزي خل بغير لك السؤال عبد الله فلات. هل توجد طريقه لايقاف ميسي؟ مش افضل طريق؟ هيرفي ريناد. انا وياك نسال هيرفي ريناد ايش الطريقه اللي يوقف ميسي. انا سمعت اللاعب معتز هوساوي يقول دعاء الوالدين. يعني عملية الصراحة لاعب مش سهل. شفنا لعيبة كبار يعني عمل فيهم البدع يعني حقيقة، فهو لاعب، لكن في كل الأحوال ربنا يوفق اللاعبين، اللاعب اللي يكون يلعب قريب منه أو يعني وإلى آخره، ربنا يوفقهم إن شاء الله. وفي النهاية كرة القدم يعني في مسألة توفيق، إن التوفيق كان حاضر ممكن يعني تحقق حاجة إيجابية معه. الله يوفق. عبد الله فلات تتفق مع محمد الشيخ؟ واتفق. وشوف بس في نقطة لازم يكون حتى في التعاقدات ما هي مفتوحة كده. الدوري الإنجليزي للدوريات الأقل والمنتخبات الأقل لازم يكون اللاعب في سن معينة، لازم يكون يلعب في منتخب بلده، لازم في معايير. أنا أتمنى للتعاقدات طالما في إنفاق حكومي كبير على الأندية يجب أن يكون في معايير للتعاقدات، وهذه تولاها اتحاد الكرة. ما تكون التعاقدات بالطريقة الحالية اللي نرى فيها بعضها يعتبر هدر للمال، بعض الأندية بتهدر الأموال، تجيب صفقات متواضعة جدا وصفقات ما تستمر ومشاكل في الفيفا. مهم جدا أن اتحاد الكرة من ضمن الأمور اللي يضعها في معايير للتعاقدات. لا يمكن تجي تقول أنه النادي يتعاقد زي ما يبقى، لا، طالما النادي بيتحصل على دعم حكومي يجب أن يتم وضع معيار للتعاقدات. على هاشتاق البرنامج سلطان يقول ما شاء الله أول مرة يتفقون مع بعض عبد الله فلاته ومحمد العنزي، الظاهر علي الصواب يقرأ عليهم. من يوم أنا متفقين. هي اختلاف بالآراء وآراء تطرح لا أقل ولا أكثر. لا لا. محمد العنزي كان عندك تعليق. لا لا هذه بركات، هذه بركات الكابتن محمد نور. لو نغلط أنا وعبد الله محمد نور يردنا على طول يعني. تأكيد. نختلف بالآراء أي نعم، ولكن الاحترام باقي. وابو احمد وابو عبد الله من احب الزملاء على قلبي، وهم يعرفون محبتهم ومتواصلين خارج البرنامج، ولكن على الهواء كل واحد له وجهه نظره، نختلف نتفق نشد، ولكن في نهايه الامر في اطار الاحترام. نعم. الذي يسود اجواء هذا البرنامج من الجميع يعني. طبعا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، معكم عبد الاله من المغرب. اتمنى حظ سعيد وموفق إن شاء الله للمنتخب السعودي، ولا خوف على الرجال، المنتخب السعودي قوي وإن شاء الله سوف يمر إلى الدورة الثانية. يسعد مساك يا أستاذ علي أنت وضيوفك. صراحة أنا أنضم إلى معطيات الأستاذ محمد الشيخ، لأن أبو لما وأبو أحمد بالغوا جدا في القلق من منتخب الأرجنتين، فأنا أنضم إلى المعطيات. أول مرة أتفق مع المعطيات.
سؤالي للأستاذ عبد الله فلاتة، هل إذا كان حمد الله موجود في النصر كان يتم اختياره لمنتخب المغرب، ولا وجوده في الاتحاد والمستويات المتميزة اللي قدمها في الاتحاد أجبر مدرب المغرب والشارع المغربي بالمطالبة بتواجد حمد الله في المنتخب؟ عبد الله فلاتة، بشكل سريع، لو كان حمد الله في النصر بدل الاتحاد كان بيتم اختياره؟ مستوى في الفترة الأخيرة مع النصر، لا، في الفترة الأولى مع النصر طبعا يختار. مستوى اللي يحدد، لا الاتحاد ولا النصر، المستوى اللي يقدمه اللاعب هو اللي يحدد انضمام المنتخب. محمد الشيخ، كان في مبالغة في موضوع الأرجنتين والسعودية في أول مواجهة؟ لا لا، محمد العنزي واخوي عبد الله خلاته ما بالغوا، هم بس زيادة حرص بأن المنتخب السعودي يحتاج أن يرفع من يعني جهوزية النفسية أكثر، لا يبالغ في قوة وجهة نظرهم، لا يبالغ في قوة المنتخب الأرجنتيني حتى لا ينعكس هذا بالسلب. أنا بالعكس أتوافق معهم، لكن إذا كان في اختلاف لا، يجب أن نتفق أن الفارق الفني بيننا وبين الأرجنتين فارق كبير جدا جدا. طيب. جدا اللي بشكل سريع اللي بيقلص هذا الفارق أن نسجل مفاجأة، أن نظهر بشجاعة منقطعة، يعني منقطعة النظير تماما، أن نكون في يوم لا يشبه أي يوم من أيامنا. بس هو بيداعبك سريعا، بيداعبك، بيقول يعني سؤاله عكسي، انت اخذته بالمنح اللي تباه. طيب احنا انتهى وقتنا، شكرا. شكرا عبد الله فلاتف. شكرا لك. شكرا محمد عنزي. شكرا علي. بس اذا انه كان يقصد انه المبالغه بالخوف، اعتقد انه ابو عبد الله واسطته وسره باتع، فهو اللي كان يخوفنا انه المنتخب الارجنتيني المرشح الاول، وكنا نقول انا وابو احمد لازم المنتخب السعودي نزرع فيه الثقه وعدم تخويف المنتخب الارجنتيني. شكرا. شكرا محمد العنزي. شكرا محمد الشيخ. شكرا علي. شكرا للزملاء. شكرا لكم انتم. بكره موعد جديد في اكشن مع وليد. تصبحوا على خير.